عبارة عن حلويات، خلينا نحكي من تراثنا الخليلي، عبارة عن عصير العنب، طبعا احنا بنحكي له راو، مطبوخ على النار، بنضاف له اللي هو السميد، زائد شوية اللي هو القريش او اللوز او الجوز حسب كل انسان ورغبته. طبعا بتحرك هذا على النار لفترة معينة لغاية ما يستوي، بنفرده على نايلون خصوصي غذائي، بنتركه بالشمس ينشف يومين ثلاثة، بعدها بنحضره وبنلفه وبنجلتنه وبصير جاهز للبيع وبصير جاهز للأكل. أكل صحي بما أنه هو طبيعي، يعني ما في أي مواد حافظة، فأكيد هو صحي، وكمان يعني هو خالي من السكر، إحنا ما بنستخدمش السكر معه، فأكيد يعني رح يكون مفيد لأنه هو مصنوع من العنب، والعنب طبعا فوائده كتير كبيرة. يعني على النار تقريبا بياخد له، يعني الطبخة الواحدة بتاخد تقريبا نص ساعة بعد ما يغلى اللي هو الرو، بياخد نص ساعة بالتحريك قبل ما يستوي منيح والسميد ينفش وكذا. بالعادة بياخد له 3 أيام بالشمس إذا كانت الشمس منيحة. بالأيامنا زي هاي إحنا نستخدم يعني وسائل تنشيف تانية زي التدفئة تحت البلاط وهيك، بياخد وقت أكتر، بياخد له أسبوع تقريباً.